بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يختم لنا بالصالحات ويجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الأمن كلمة محبوبة على النفس لأنها تعني عدم الخوف بانقطاع أسبابه، سواء كان في الدنيا أو الآخرة. وكلمة الأمن ترتبط بالمكان، فالمكان آمن، وترتبط بالحال، فالحال أمن. وفي القرآن الكريم وردت كلمة الأمن 41 مرة في 26 سورة من سور القرآن، وهذه المواضع التي ذكر فيها الأمن في القرآن العظيم نجد أن للأمن ارتباط وثيق وعظيم بهذا البيت العتيق وبهذا البلد الحرام وبهذا البلد الأمين. 41 مرة في 26 سورة ذكر الأمن في القرآن المكي، 31 مرة، وفي القرآن المدني 10 مرات. ولكن العجيب حين تنظر إلى ترتيب نزول القرآن وترتيب ما نزل فيه بالنسبة للأمن، فإننا نجد أول ذكر للأمن بحسب نزول القرآن ارتبط بهذا البيت العتيق، وهو قول ربنا عز وجل في سورة التين: وهذا البلد الأمين. والمقصود بالبلد الأمين مكة شرفها الله، فأول ما نزل عن الأمن جاء مرتبطا بالبيت، هذا بالنسبة للقرآن المكي. وآخر ما نزل من القرآن المكي مذكور فيه قضية الأمن أيضا جاء مرتبطا بهذا البلد، وهو قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا جاء في سورة العنكبوت
فأول ما نزل في القرآن المكي عن الأمن ارتبط بالبيت والبلد، وآخر ما نزل في الأمن في القرآن المكي ارتبط بالبيت، أولم نمكن لهم حرما آمنا. وأول ما نزل في القرآن المدني ذاكرا قضية الأمن جاء مرتبطا بالبيت، وهو قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وآخر ما نزل من القرآن المدني مرتبطا ذاكرا قضية الأمن جاء مرتبطا بالبيت، وهو قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا الترتيب العظيم لقضية الأمن واكتناف مواضع ذكر الأمن في القرآن فيما ذكر عن أمن هذا البيت يعطينا دلالة واضحة على محورية ومركزية أمن هذه البقعة المباركة على أمن الدنيا وعلى أمن الناس وعلى بقاء الدنيا. وأمن هذا البلد وأمن هذا البيت الأصل فيه أنه قدري، وما المقصود بالأمن القدري؟ وهو ما تكفل الله عز وجل به، وأنه متحقق بيقين وليس في مقدور أحد رفعه. فالله عز وجل يخبر أن هذا البيت آمن، والأمن بالنسبة للبيت أمن قدري. ونجد هذا في قول ربنا عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء هذا الإخبار بعد ذكر الخليل إبراهيم في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إبراهيم هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم الذي وصف في القرآن بعشرات الأوصاف، فهو الصديق وهو المؤمن وهو المسلم وهو المحسن وهو الصالح وهو الذي وفى وهو الذي آتاه الله رشدا وهو الأمة وهو الحنيف، عشرات الأوصاف لهذا الخليل إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه يخبر أنه ابتلاه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فينشأ سؤال: ماذا كان موقف الخليل إبراهيم من ذلك الابتلاء؟ فيأتي الجواب مباشرة فيقول الله عز وجل: فأتمهن. أنجز ما طلب منه ونجح في ذاك الاختبار فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فينشأ سؤال ثاني: إذا كان الخليل أتم الابتلاء ونجح فيه، فما هي المكافأة على ذاك النجاح؟ فيأتي الجواب مباشرة فيقول الله عز وجل:
قال إني جاعلك للناس إماما. فينشأ سؤال ثالث، كيف سيكون الخليل إبراهيم إماما للناس؟ فيأتي الجواب، وأن إمامة الخليل ستكون من بوابة هذا البيت. سيبقى الخليل إماما للناس إلى يوم القيامة، وسيبقى الخليل إبراهيم مذكورا في الناس ذكر التعظيم والإجلال والرفعة والمكانة والاتباع والاقتداء. أليس هو صاحب الملة الحنيفية الذي ارتضاها الله عز وجل للناس إلى يوم القيامة؟ فكيف يكون الخليل إمام؟ فيأتي الجواب في قوله عز وجل بعد هذه الآية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإمامته أن الله عز وجل سيعلق قلوب العباد بهذا البيت، سيعلق قلوب العباد بهذا البيت، وهذا في قوله وإذ جعلنا البيت. والجعل، وهذه فائدة عظيمة، إذا قرأت في القرآن الكريم كلمة جعل منسوبة إلى الله عز وجل فاعلم أن ما بعدها أمر قدري عظيم، كما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقال هنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. فالله عز وجل لكي يكون الخليل إبراهيم إماما للناس سيجعل البيت مثابة للناس، يعلق به القلوب، لا يقضون منه وطرا، يأتي الإنسان مشتاقا إلى هذا البيت فيطوف ويصلي ويذكر الله ويشبع نفسه من النظر إلى هذه الكعبة الغراء، وبعد أن يملأ نهمته يرغب في العودة إلى أهله، ما أن يعود إلى بيته وداره حتى يتجدد الشوق مرة أخرى نحو هذا البيت. هذا معنى قول الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. فالله جعل البيت مثابة للناس، طيب أين الإمامة لإبراهيم؟ ثم يقول عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالقلوب التي تعلقت بالبيت، هل إذا جاءت إلى البيت لا تجد البيت؟ هل إذا جاءت إلى هذا المكان تجد أن هذا البيت غير موجود في هذا المسجد؟ فيخبر الله أنه هو سيحفظ هذا البيت وسيبقى هذا البيت. فإذا ما جاء قصاد هذا البيت وجدوا هذا البيت آمناً، فيأتوه بالتعظيم والإجلال ويجدون البيت فيطوفون حوله، ثم يؤمرون بتلك العبادة التي تذكرهم بالخليل إبراهيم، ويجدون الآية العظيمة البينة التي تدل على الخليل إبراهيم، إنه المقام مقام إبراهيم، حيث آثار أقدام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسألة عظيمة. ما أبقى الله عز وجل لنبي من الأنبياء
آية مادية من بعده إلا ما أبقاه للخليل إبراهيم، وهو هذا المقام. الله عز وجل أجرى على يد أنبيائه من الآيات المادية ما يدل على أنهم أنبياء وعلى صدقهم، فأظهر الله عز وجل عصا موسى لموسى، وأظهر الله عز وجل الناقة لصالح، وتكلم الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه. وتلك معجزات وآيات بينات تدل على صدق الأنبياء، ولكنها تنتهي بوفاتهم. إلا ما أبقاه الله للخليل إبراهيم من آية مادية، وهو هذا المقام، مقام إبراهيم. لذلك قال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. فبهذا ستبقى إمامة الخليل، البيت باقي والمثابة باقية، ولن ينقطع هذا القدوم إلى البيت العتيق إلا في عام قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال ابن عباس فيما صح عنه لو أن الناس كلهم تركوا الحج عاما واحدا لقامت عليهم القيامة. فإذا ما جاء هذا الركب المبارك من الحجاج والمعتمرين، وجاءوا معظمين للبيت، محبين راغبين في عبادة رب البيت، فإنهم يجدون هذه الآية البينة للخليل إبراهيم تذكرهم بأبي الأنبياء، تذكرهم بالإمام، تذكرهم بصاحب الملة، فيصلون خلف المقام. فقضية الأمن في هذا البيت ارتباطها عجيب مع خليل الله إبراهيم. أليس هو عليه السلام من دعا لهذا البلد بالأمن يوم أن جاء بولده وفلذة كبده وقد اقترب من 100 عام من عمره، ووضع أهله وولده في واد قفر لا أنيس فيه ولا جليس، لا طعام فيه ولا ماء، استجابة لأمر ربه، وجعل عندهم جراب فيه تمر ووعاء فيه ماء، ثم انصرف فتبعته هاجر عليها السلام قائلة يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تترك أهلك؟ ولمن تترك رضيعك وولدك في واد قفر؟ وهو لا يجيب، فتبعت ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم مشى حتى إذا كان في مكان لا يرونه فيه التفت إلى البيت ودعا ربه، وكان من دعائه ما ذكره الله في كتابه ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، رب اجعل هذا البلد آمنا. استجاب الله دعوة الخليل وجعل ما طلب أمرا قدريا كونيا في هذا البلد، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجعل الله ذلك قدرا، فقال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وطلب أن تأتيهم الأرزاق فجعل الله ذلك قدرا، فقال عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ودعا أن يجعل هذا البلد آمنا فجعل الله ذلك قدرا، فأخبر أن البيت أمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأقسم على أن هذا البلد أمين، فقال وهذا البلد الأمين. دعاء الخليل جعله الله أمرا قدريا، وجاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبعوث من عند البيت والذي أراد أن يجعل هذا المكان على ما كان عليه زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، فطهر البيت حسا ومعنى، طهره من الأوثان والأصنام، وطهره من الأنجاس والقاذورات، وسلم البيت وديعة لأمته، ومعه الضمان القدري المعلن والذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حين قال لا تغزى هذه أبداً إلى يوم القيامة، لن تغزى هذه البلدة من كافر بعد فتحها، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ستبقى مكة بلد إسلام وسيبقى أهلها أهل إسلام إلى يوم القيامة، لن يتسلط عليها أهل الكفر فتحتاج من المسلمين أن يفتحوها مرة أخرى، لن يتسلط عليها أهل الكفر فيحتاج أهلها أن يهاجروا منها، بل ستبقى بلد إسلام وأهلها أهل إسلام، ضمانة قدرية يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ويمتد هذا الأمن القدري لهذا البلد، فيؤمن من أعظم فتنة على دين الناس ستمر بالبشرية، المسيح الدجال، فمكة مؤمنة من دخوله، كما أمن أيضا الله عز وجل المدينة النبوية كذلك، كذلك مؤمنة من أفتك الأمراض الطاعون فلا يدخلها. فهذا من الأمن القدري الذي قدره الله عز وجل لهذا البيت ولهذا البلد. وأما أثر أمن هذا البيت على سائر الدنيا فالارتباط عظيم، الله عز وجل لما أخبر أن هذا البيت أمن
أعطاه خصيصة القيام، والله عز وجل هو الحي القيوم القائم بذاته الذي لا يحتاج في قيامه لأحد من الخلق، وكل شيء سواه محتاج إليه جل جلاله، فهو الحي القيوم. وجعل وجعل الآيات الدالة على قيامه في هذا الكون، ومما لا تقوم حياة الناس إلا به، جعل ذلك في أمرين. فما ذكر القيام للناس في القرآن إلا مرتين، وارتبط بأمرين. أما الأول فهو المال، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومنذ أن وجد الإنسان فإنما يتعامل بهذا المال، وتتناقل المنافع بين الناس بتداول المال، والناس يقولون: المال قوام الحياة. والله أخبر أن المال قوام للحياة. أما الأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس، هو هذه الكعبة، هذا البيت. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي والإسلام باقي، ما دامت الكعبة باقية فالحياة للناس باقية، فإذا سقط بناء الكعبة انتهى الدين على وجه الأرض ولا حياة للناس. فهذا الأمن الذي ربط بهذا البيت، وهذا الفهم العظيم الذي ذكره الله عز وجل وأشار إليه في آيات القرآن المرتبطة بهذا البيت، فالبيت أمن في ذاته، والبيت قيام لحياة الناس وللدنيا. فعندها ندرك هذا الارتباط العظيم بين الأمن والبيت، بين أمن الدنيا والبيت، بين الأمن والخليل إبراهيم عليه السلام، بين الأمن ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وندرك أن أمن هذا البيت متحقق بوجود الطائفين والمصلين والذاكرين والعابدين لربهم عز وجل، هم صمام أمان البيت، والبيت صمام أمان الدنيا. هذه العلاقة العظيمة التي تربط بين الإنسان والمكان، وتعطينا دلالة على قضية الأمن الحقيقي، لأن هناك أمن وهمي يتوهمه الإنسان حين يكون الإنسان عاصياً لربه، معرضاً عن أمره، ويظن أن ما عنده من عرض زائل محقق له الأمن. فكم من فاجر وكم من فاسق يظن أنه في أمن لوجود مال أو كثرة ولد أو غير ذلك. وهذا الأمن الوهمي. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي
بين أمنين وخوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالخائف يوم القيامة من عاش الأمن الموهوم في هذه الدنيا، والآمن يوم القيامة من عاش الخوف من الله في هذه الدنيا، خاف الله فعبد الله، خاف الله فاتقى الله، خاف الله فابتعد عن معصية الله، فلا يجمع الله له بين خوفين، فيكون في الآخرة من الآمنين الذين ينزلهم الله عز وجل الغرف وتتلقاهم الملائكة بالسلام والبشارة بالأمن. ومن ظن أنه في أمن مع أنه يخالف أمر ربه فذاك أمن موهوم، سيخلفه خوف يقيني حقيقي يوم القيامة حين يسكنه الله عز وجل دار الجحيم. فهذا البلد الآمن، وهذا البيت الآمن، وهذا الإنسان الآمن، وأعظم الأمن لقاصد بلد الأمن أن الله يؤمنه يوم القيامة. أليس قاصد البيت بالحج جزاؤه الجنة؟ أليس قاصد البيت بالعمرة جزاؤه كفارة الذنوب؟ أليس من استلم الحجر والركن تحاطت خطاياه إذن هذه الأعمال تبلغ الإنسان المأمن يوم القيامة. فلذلك قاصد البيت الأمين والبلد الأمين يكون في مأمن ويكون آمنا يوم القيامة. وهذا أيضا ربط لأمن هذا الإنسان مع هذا البيت الأمين والبلد الأمين والبيت الأمن، فعندها ندرك هذا الارتباط. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا المعنى، وقد أكرمه الله أن يفد إلى البلد الأمين وأن يدخل المسجد الحرام وأن يرى البيت الآمن، فيذكره ذلك بحقيقة الأمن وبالطريق الذي يحقق الأمن لنفسه، ويدرك أيضا ما هو ارتباط الأمن مع الأنبياء وكيف يكون طريق تحقيق الأمن. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين في الدنيا ومن الآمنين في الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكننا دار الأمن الجنة، وأن لا يجعل لنا نصيبا في دار الخوف النار، فإنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.